السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايزين نتكلم على سؤال مهم جدا، أنا قعدت أفكر فيه كتير وسألت ناس كتيرة، والسؤال هو البيض بيتعمل إزاي؟ أنا حتى دخلت على الإنترنت وعملت جوجل علشان أشوف الإجابة على السؤال ده. معظم الناس اللي أنا كنت أسألهم السؤال ده كانوا يقولوا يتوقف، لو عايزه مسلوق تحطه في مية، لكن لو عايزه مقلي في طرق كتيرة جدا، في بقى ساني سايد اب وفي سكرامبل وفي اومليت وحاجات زي كده. بعدين انا اسف، يمكن السؤال ما كانش واضح، هو مش مفروض اسال هو البيض بيتعمل ازاي، المفروض اسال اقول هو البيض بيجي منين. لو سالت السؤال ده لابنك يقول ايه؟ هيقول طبعا البيض بيجي من البراد، من التلاجة. نقول له ايوه، قبل التلاجة جه منين؟ نقول احنا جبناه من السوبر ماركت حطيناه في التلاجة. نقول له طب والسوبر ماركت جابه منين؟ السوبر ماركت جابه من مزرعة الدواجن والدجاج وزعته على السوبر ماركت. انا اقول له طيب انا ما اقصدش كده، انا اقصد هو البيض بينتج ازاي، مش بنجيبه منين ولا بيتعمل ازاي، بينتج ازاي. نقول والله بيجيبه في المزارع انكيوبيتورز، اللي هي اجهزة التفريخ البيض، يحط فيها البيض، البيض يطلع منه الكتاكيت الفراخ الصغيرة، ويكونوا محضرين الأعلاف، يأكلوا الأعلاف للدواجن، والدواجن تبقى محطوطة مرصوصة كده في أماكن خاصة بيها، يطلع منها كميات بيض كتيرة تخش على خطوط بقى الغسيل والتصنيف والاختبارات، حتى بيختبرهم بالإضاءة إذا كان فيها أي شروخ ولا فيها أي دم جوه، وبعدين في بقى يعني تدقيق على الجودة، ويعبوها في كراتين ويرسلوها السوبر ماركت. ادي يا سيدي الطريقة اللي بينتج بيها البيض. انا اعتقد ان السؤال اللي انا سألته كان خطأ، البيض بيتعمل ازاي غلط، والبيض بيجي منين غلط. انا كنت اقصد هي الدجاجة بتعمل البيض ازاي. صحيح الدجاجة بتعمل البيض ازاي، حد يعرف؟ حد فكر في السؤال ده قبل كده؟ ده الدجاجة نفسها ما تعرفش. ده انت لو رحت سألت الدجاجة انت بتعملي البيض ازاي، تقول لك انا ما بعملش حاجة، انا باكل الذرة وبعدين البيض بينزل، ما عرفش بيجي ازاي. فالدجاجة نفسها ما تعرفش. حتى السؤال ده انا اعتقد غلط، هي الدجاجة بتعمل البيض ازاي، الدجاجة ما بتعملش حاجة. المفروض السؤال اللي احنا نسأله هو البيض بيتعمل جوه الدجاجة ازاي. حتى السؤال ده يمكن خطأ كمان، لان بيتعمل ده مبني المجهول، يعني ما عايزين نعرف مين الفاعل، هو مين الفعل اللي بيعمل البيض جوه الدجاج عشان نسأل السؤال صح. السؤال المفروض هو الله بيخلق البيضة جوه الدجاجة ازاي، لان لازم يكون في فاعل، لان الدجاجة نفسها تتبرأ من مسؤولية او تحمل مسؤولية انها تعرف ان البيض يتعمل ازاي داخلها. طيب احنا ليه ما بنسألش نفسنا دايما السؤال ده، هو البيض بيتعمل جوه الدجاج ازاي، ازاي الله سبحانه وتعالى خلق هذا البيض يخرج الميت من الحي، وازاي ازاي الكلام ده حصل؟ ليه احنا ما بنفكرش في هذا السؤال؟ عارفين ليه احنا ما بنفكرش في هذا السؤال ولا عمرنا سألناه لنفسنا ولا لأولادنا؟ لأن احنا بناخد هذا الشيء كقضية مسلمة. يعني ايه قضية مسلمة؟ يعني عادي. ايه كلمة عادي دي معناها ايه؟ يعني من يوم ما اتولدنا وامنا بتسلق لنا البيض وتقول يا حبيبي كل البيض الصبح علشان ده يغذيك وفيه بروتين وفيه كالسيوم عشان اسنانك وعظامك تبقى قويه. لكن عمري ما هي سالتني ولا انا سالتها هو البيض بيتعمل ازاي، لان ده يعتبر شيء عادي. طب ازاي احنا ممكن ما نعتبرهوش شيء عادي ونبدا نسال انفسنا على الامور العاديه اللي احنا بنشوفها في حياتنا؟ ممكن نبدا نفكر في ان احنا نسال نفسنا هذه الاسئله لو تخيلنا ان احنا كائن جديد اول مره يجي الارض واول مره يشوف هذه الاشياء، فبتعتبر هذه الاشياء بالنسبه له مش عاديه. انتوا عارفين كان زمان في فيلم مشهور جدا اسمه اي تي ذا اكسترا تريستيريال، اللي هو الكائن اللي جه مركبة فضاء نزلت في الأرض وعملت كده، كان في مهمة معينة وفيها مخلوقات جاية من الخارج، وهذه المركبة بعد ما خلصت المهمة بتاعتها اضطرت تمشي بسرعة ونسيت وراها أحد الأطفال من هذه الكائنات. اتعرف عليه هذا الطفل ولفوا في فوطة وأخدوا عنده البيت، وخاف عليه للحكومة والبوليس يعرف يجوا ياخدوه العلماء ويعملوا عليه تجارب وكده. فنشأت صحوبية كبيرة جدا ما بين الاثنين، ولكن هذا المخلوق الاي تي اللي بقى صديق هذا الولد بقى بيسأله عن كل شيء يشوفه، حتى هو مستغرب من جسمه من عينيه، وكان دايما يسأله ايه ده وبتعملوه ازاي وده فايدته ايه. فاحنا لو نظرنا الى العالم
من وجهة نظر اي تي يمكن هنشوف الاشياء كاننا اول مرة نشوفها، ونبدأ نسأل انفسنا الاسئلة الصح، هي الحاجات دي بتتعمل ازاي حوالينا، وليه اتعملت، ومين اللي عملها. خلينا في الاول نشوف لو اي تي سألنا لنا هو اصلا في كم نوع دجاج، نقول له ايه؟ في الرسمة دي تقريبا حوالي 40 نوع دجاج على الاقل، وفي في العالم يقدر حوالي 26 بليون دجاجة، يعني بمعدل 4 دجاجات لكل كائن بشري يعيش على وجه الأرض. السؤال الثاني، طب الدجاجة ممكن تبيض كم بيضة؟ في السنة تقريبا حوالي 300 بيضة، كل يوم بيضة تقريبا، تاخد فترة بس أجازة حسب طول فترة الليل والنهار. في أول سنة من عمرها الإنتاجي لما توصل حوالي سنة ونص تنتج 300 كاملة، بعدين تنتج 80% من 300، وبعدين 70، وهكذا لغاية 7 سنين تفضل تبيض، في آخر سنة كمية إنتاجها يبقى 35% من الطاقة الكاملة اللي هي 300 بيضة. طيب هو في كم بيضة في العالم؟ في العالم بينتج سنوياً 1377 بليون بيضة كل سنة بيتولدوا، يعني لو قسمتها على 365 عشان نجيب في اليوم، وعلى 24 عشان نجيب في الساعة، وعلى 60 عشان نجيب في الدقيقة، يطلع كل دقيقة بيتباض في العالم 2,619,863 بيضة تقريبا، كل دقيقة أكتر من 2.5 مليون بينتجوا، مش مصنع واحد بينتج البيض ده كله، لا ده كانت تبقى سهلة، ده كل بيضة بتطلع من دجاجة، يعني في 2.5 مليون مصنع بينتج، كل مصنع منهم بينتج بيضة كل يوم، مصانع كتيرة منتشرة حوالين العالم كلها شغالة في نفس الوقت. طيب السؤال اللي بعد منه، هي البيضة دي عبارة عن ايه؟ كلنا نعرف البيضة صفار وبياض، وبعض الأطفال أنا ولادي يقول لك أنا بحب البياض ما بحبش الصفار، وصفار وبياض وقشرة كمان طبعا، احنا بنرمي القشرة، لكن في واقع الأمر داخل البيضة فيه مكونات كتيرة جدا، أنا بس خلينا نتكلم على جزء من هذه المكونات. أول حاجة طبعا في الصفار اللي بيسمى يوك، وغير الصفار اللي هو الأصفر في البياض، بس البياض بقى نوعين، في بياض سميك، وفي لو أنت شفت هنا في بياض الناعم. هو البياض في الأول كله بيبقى سميك، ألبيومين، ده ثيك ألبيومين البياض السميك، هو يتحول تدريجيا إلى بياض ناعم، يعني البيضة لو أنت تركتها فترة طويلة يفضل كل البياض السميك اللي فيها يتحول إلى بياض ناعم. طب في إيه تاني في البيضة؟ خلي بالك، في دايما كده حتة بيضة مكلكعة صغيرة زي الخيط دي، دي بنسميها، أنا بسميها معرفش اسمها إيه بالعلمي، لكن أنا بسميها خيوط الدعم، شيليزا، الشيليزا دي أو خيوط الدعم دي اللي بتمسك الصفار عشان يفضل متعلق في النص، بيبقى وتد طالع لفوق وتد طالع لتحت، هذا الوتد بيحافظ على الصفار ان هو ما يلتصقش في الجدران، ويفضل مثبتها زي الاوتاد بتاعه الخيمه، فتشيل البيضه وتحركها وتفضل هي لها ميزان ميه وزنها في النص. طيب يعني احنا لو حبينا نبص في البيضه في التشريح بتاعها زي ما احنا شايفين هنا، بالاضافه الى الحاجات دي في غشائين رفيعين، 2 غشاء بيسموها شيل ميمبرانز. الشيل ميمبرانز ده لو انت سلقت البيضه وبتقشرها بس امسك القشره نفسها وحاول تكسرها اكتر تلاقي فيه غشاء رفيع، في واقع الامر دول غشائين، ففي 2 غشاء اللي هم الميمبرانز ده، وايضا في القشره الخارجيه اللي احنا بنسميها الشيل. فدي المكونات الاساسيه لمكونات البيضه. طيب البيضه دي اتغلفت ازاي بقى؟ ايه فن التغليف ده؟ فن التغليف ده عجيب بصراحة، أنا يعني مندهش ومش فاهم كيف دخلت المحتويات، وكيف تم إحكام إغلاق القشرة، إزاي دي دخلت هنا؟ إحنا متعودين إن لو واحد جاب لي زجاجة حليب أنا عارف إن الحليب دخل من الفتحة دي وقفلوا الغطاء، ولو أنا عايز أطلع الحليب أفتح الغطاء وأطلعها تاني، يعني الحليب دخل من هنا وخرج من هنا، وده واضح جدا هنا. حتى يا سيدي لو واحد جاب لك برتقانة واضح جدا إن محتويات البرتقانة العصير والبذر والالياف اللي موجوده جوه كلها دخلت هنا، هو الماسوره دي هي دي الانبوبه دي اللي دخل منها كل حاجه، تم الحقن من النهويه دي، لما اتقفلت كلها ما عدا الحته دي لسه متوصله زي الصره كده
بتاعة الطفل لما ينزل من بطن أمه كان بيتغذى عن طريق الحبل السري، ففي حبل سري لما بينزل بنقطعه بيبقى مكان السر معروف، ده اللي كان بيتغذى منه. احنا نفس الشيء في البطيخ، البطيخ تم تغذيته من السرة بتاعته من هنا، والعنب العنقود كله اتغذى من هنا، وكل حباية عنب ليها نقطة معينة تم التغذية من هذه النقطة. طيب البيضة بقى دخل فيها اتحقن، كيف تم حقن محتويات البيضة جوه البيضة؟ طيب فين الحتة اللي اتقفلت منها في الآخر؟ طب هو اللي جواها ده يعني جه ازاي؟ طب احنا عايزين نعرف هي اتكونت من جوه لبره، ولا من بره لجوه، ولا كلها بدأت بيضة صغيرة والبيضة قعدت تكبر بالقشر بالصفار، بياض صغير وصفار صغير وقشر صغير وكلها قعدت تنمو زي البرتقانة. البرتقانة أول ما بتنمو بتبقى برتقانة كاملة بقشرتها بمحتوياتها صغيرة وتفضل تكبر تكبر تكبر، نفس الشيء البطيخ. دي بقى عايزين نعرف ازاي عملوا القشرة ودخلوا المحتويات، ولا عملوا المحتويات والقشرة جت عليها، ولا كلها كانت صغيرة وكبرت، ازاي الكلام ده حصل؟ ده اللي لازم احنا دايما نتفكر فيه قبل ما نلتهم البيضة ونخلي اولادنا يفكروا فيه. طب هو البيض بيتعمل ازاي داخل الدجاجة بقى دلوقتي؟ ده السؤال اللي احنا كنا بنسأله قبل كده. احنا عارفين ان الدجاجة بتاكل علف، واهم علف للدجاجة بتحبه هو الذرة، وبتاخد الذرة بيحصل حاجة جوه مش فاهمين ايه اللي بيحصل جوه، يطلع لنا بيض من الناحية التانية. احنا بقى عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في النص ده. احنا عرفنا مكونات البيضة، عايزين دلوقتي نعرف هي المكونات دي بتتبنى ازاي وبتتكون ازاي، ايه السيستم اللي جوه، النظام، المراحل المختلفة اللي بتتم داخل جوه جسم البيضة، جوه جسم الفرخة انا اسف. خلينا نشوف ازاي مراحل تجميع اجزاء البيضة، الاسمبلي لاين، خط التجميع. احنا عرفنا ان في مكونات صفار وبياض وغشائين وقشرة خارجية، ازاي الكلام ده بيتجمع. ده هو خط الانتاج، هو ده خط التجميع، ده النظام التناسلي للبيضة، هو ده الخط من اول خط الى اخر الخط. هناخد خلينا نتكلم عليه مع بعض. هي الدورة كلها دورة الانتاجية بتاخد قد ايه؟ الدورة الانتاجية من 24 الى 25 ساعة، يسموها البرودكشن سايكل، دورة الانتاج. طيب خلينا ناخد دورة الانتاج دي مرحلة مرحلة. نبدأ من هنا اللي هي مرحلة الرحم أو الأوفري. مرحلة الصفار في الأوفري بيتكون البيض كتير، مش بيضة واحدة، كل ده بيض. دي يمكن أكبر واحدة، ودي اللي بعد منها، ودي اللي بعد منها، ودي اللي بعد منها إلى آخره، لغاية واحدة صغيرة جدا، عنقود كامل اسمه عنقود البيض. بالمناسبة والدتي رحمة الله عليها كانت يعني عارفة إن أنا أفضل هذا الشيء، فكان رحم الكامل وبيت البيض ده نسميه بيت البيض، كان ده يتركن على جنب حاجه سبيشال اللي يبقى عنده امتحانات ولا في البكالوريوس، وكان يتشوح كده ببصله على النار، طعمه ممتع جدا، يعني كلاستر كامل من البيض. هذا البيض يتكون في المبيض، مكونات نفسه الصفار، الصفار اللي بيبدا بالصفار اول، بتاتي كلها مواد من الكبد هي بتغذي هذا الصفار، وزي ما احنا شايفين في عروق كمان. الصفار البيضة اللي كبرت تخرج من الرحم، تخرج امتى؟ ليه علاقة بالضوء. عشان كده في شركات كتيرة جدا وبحوث، في رسائل دكتوراه وباحثين بيتكلموا عن اثر الضوء على عدد البيض اللي ممكن الفرخة تبيضها في اليوم، ومدة التبويض بتاعتها دي ممكن تبيض قد ايه، وممكن حجم البيضة يبقى قد ايه. وبعض الشركات للأسف بتلعب، بتوهم البيض إن اليوم انتهى ويوم جديد جه، فتظلم النور وترجع تنوره مرة تانية، فالفرخة تصحى، الدجاجة تصحى من النوم وتبدأ تاكل، ونظام الهرمونات يشتغل فيها، والبيضة الجديدة تخرج من الرحم اللي هو الصفار، يخرج من الرحم. فللأسف بيحصل يعني تلاعب كتير في إوهام البيض بدورة النهار والليل. طيب ايه اللي بيحصل؟ بتخرج البيضه، البيضه بتخرج من هذا المكان الى الانفندر بلم، هذا المكان الصغير بتخرج منه البويضه، بتقعد هنا حوالي 15 دقيقه فقط. وفي واقع الامر دي الفرصه الوحيده للتخصيب، اذا حصل تخصيب في الفتره دي البيضه ممكن بعد كده لو الفرخه رقدت عليها او اتحطت في الحاضنه يطلع منها كتكوت كتير جديد وفرخه جديده. فهذه هي المرحله 15 دقيقه. في واقع الامر الانفندبلم ما بيقعدش ينتظر لما البيضه بتجيله، ده هو عباره عن مخلب
بياخد البويضة دي يفضل يشد فيها، يطلع البويضة اللي عليها الدور أكبر واحدة فيها كبرت، يفضل يحتضنها كده ويفضل يشد فيها زي المخلب. ولو هو شد اتنين مع بعض، اتنين بيضة، يبقى دي هتطلع اللي بنسميها البيضة اللي بصفرين، هيبقوا صفرين مع بعض هيكملوا الرحلة بتاعة خط الإنتاج. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل بعد كده. تيجي هنا المرحلة، هذه المرحلة اللي بعد منها هي مرحلة طبقة البياض والأوتار، بيتبانوا هنا كل المكان ده. تاخد قد إيه؟ يخش الصفار فقط، يفضل في هذا المجرى تتبنى حواليه طبقة البياض، وهذه الطبقة تاخد 3 ساعات علشان تتم فيها. وأثناء ما البياض بيتكون الصفار يقعد يلف، فلما الصفار يلف والبياض حواليه يحصل جزء من البياض يصير متعقد ويتحول لونه إلى اللون الأبيض الداكن اللي احنا شفناه في الشريحة السابقة، وهي دي الأوتار الشليزة. هذه الأوتار هي اللي بتمسك البيضة، فالبيضة ما تروحش لا يمين ولا شمال. فتخيل بالله عليك لما يبقى أنت بتنقل جهاز إلكتروني حساس جدا وحطه في جوه صندوق مغلف، وعايز أثناء النقل والاهتزاز ما يتكسرش الجزء المهم هو الصفار، لأن ده اللي بينجب الفرخة بعد كده ويتكاثر. فإزاي إحنا نحافظ عليه؟ هذا السائل محطوط حواليه، والوترين دول موجودين علشان يحافظهم على موقعه في منتصف البيضة. سبحانك يا رب. تيجي بعد كده المرحلة اللي بعد منها الإسثمس. هنا بيفضل البيضة تنتقل والبياض موجود عليها، تفضل هنا 75 دقيقة. ايه اللي بيحصل في هذا المكان؟ بيبنى الغشائين، بناء الغشائين الداخلي والخارجي، هما الغشاء اتنين. وهذا الغشاء، شوف ايه دور هذا الغشاء؟ اولا يمنع التصاق البيض بالقشر، وتاني حاجة لو اتكسرت اتشرخت القشرة ممكن المحتويات البيضة ما تخرجش، زي الصورة اللي احنا شايفينها دي، اتشرخت القشرة واتشالت القشرة بهدوء وبعناية، وفضل مكونات البيضة كلها متماسكة. ليه؟ لأن هذا الغشاء حافظ عليها داخل البيضة. هذا الغشاء في واقع الأمر اللي هو الممبرانس، بيسمى الممبرانس، اكتشف العلماء إن له فوائد كبيرة جدا لهشاشة العظام والتهاب المفاصل. وعلشان كده مهم جدا ان احنا نعمل نجمع البيض، ما نرميش، معظم ده بيترمى مع قشر البيض. احنا نحافظ على هذا الغشاء ونحاول نطلع هذا الغشاء. في فيديو كامل فيه في واقع الامر مراجع كتيره في نهايه الفيديو، ممكن الواحد يراجع عليها، منها فيلم فيديو كامل يقول لك ازاي تطلع هذا الغشاء اللي ثمنه غالي جدا وبيستخدم في انتاج ادويه التهاب المفاصل والام المفاصل. حتى قشر البيض بالمناسبه بيستخدم كسماد للنباتات، تاخده وتكسره وتعمله كومبوز للنباتات. تيجي بعد ما يخلص المرحلة بتاعت الغشائين، تيجي آخر مرحلة اللي هي مرحلة الرحم. هذه مرحلة الرحم، البيضة هنا وصلت، فيها الصفار وفيها البياض وفيها الغشائين الممبرانز موجودين جواها. يحصل إيه هنا داخل الرحم؟ تحصل مرحلة القشرة، يبقى البيضة بتتبنى من جوه لبره، والقشرة هي آخر حاجة جت. القشرة دي كلها زي ما احنا عارفين بتقعد هنا 19 ساعة بالمناسبة في هذا المكان. هذا القشرة معمولة ايه؟ معمولة من كريستالات كربونات الكالسيوم، كالسيوم كربونات وكريستالز، بتتراكم على القشرة من بره فتبني هذا الجدار للقشرة. لو انت شفت في مايكروسكوب يعني يكبر مئات المرات، ده سمك القشرة. ولو خدت الطبقة دي بس، دي تفاصيلها، كل طبقة من دي تفاصيلها. وفي بالمناسبة حاجة اسمها سبورس، سبورس يعني خروم، زي ما جسم الإنسان في سبورس، في ثغرات بيطلع منها العرق ويتنفس منها الجلد، نفس الشيء جسم البيضة. جسم البيضة الواحدة في حوالي 90 إلى 130 ثقب، صغير جدا مايكروسكوبي، ده يسمح بنفاذ الرطوبة، يسمح بنفاذ الهواء. طبعا احنا لا نستطيع ان نرى هذا الشيء. طيب ايه هو الوزن الذي يمكن ان تتحمله قشرة البيض؟ يعني كل الناس يقول لك ده الراجل ده خفيف زي قشرة البيض، ده حاجة خفيفة. قشرة البيض ده اسهل حاجة في الدنيا، الطفل الصغير تديله قشرة بيض يفرفتها، يعني يكسرها في صوابعه. طيب ازاي البيضة بتتحط في سلة وفوقها بيض بيض وبيض فوق بيض؟ ازاي البيض بيتحمل الاوزان دي كلها؟ هو البيضة ممكن تتحمل قد ايه؟ في بحوث ودراسات كتيرة
اتعملت علشان تقول لنا هو البيض ده ممكن يتحمل وزن قد ايه. انا عايزك انت حتى توقف هذا الفيديو وتخمن كده، هو البيضه لو جبناها وقفناها بطريقه علويه لحطينا فوقها اوزان ممكن تتحمل وزن قد ايه قبل ما البيضه تتكسر؟ حاول تجاوب على هذا السؤال. تجارب كتيره اتعملت، وفي حتى اجهزه مخصوصه بياخدوا البيضه يحطوها في ده وياخدوا فوق منها الضاغط ويحطوا اوزان علشان يشوفوا البيضه ممكن تتحمل وزن قد ايه. النتيجه البيضه ممكن تتحمل ل 136 كيلو ولا تتكسر، يعني وزن واحد متين فوق منها. 136 كيلو لا تتكسر البيضه، تتحمل القشره الهشه شديده الهشاشه لو حطيت فوقها وزن 136. تحدي تاخد البيضه وتوقفها كده بالطول واضغط عليها بكل قوتك، او اضغط عليها بكل قوتك، لا تستطيع انك تكسرها ابدا، لن تستطيع انك انت تكسرها لو انت ضغطت عليها بهذه الطريقه. ومن ليه؟ لان شكل تكوين القشره، الشكل القوس ده شكل بيوزع الضغط على جميع الاجزاء بطريقه تقدر تستوعب فيها ضغط كبير جدا. خلي بالك في فرق ما بين انك تخبط القشره، دي اسمها يعني دايناميك فورس، يعني قوة ديناميكية حركة، دي تكسرها فورا طبعا، لكن أنا بتكلم على ستاتيك فورس، يعني تحط البيضة وتضغط عليها ستاتيك فورس، يعني قوة ساكنة، تحطها وتحط كيلو تاني وتحط كيلو تالت بدون ما تخبط عليها خبطة قوية. منها جه بناء الأقواس اللي موجودة في المباني اللي تتحمل ارتفاعات كبيرة، حتى الكوبري، شوف القوس ده قوس فوق قوس فوق قوس، ممكن القطر والسيارات تمشي فوق ويتحملها هذا الكوبري. ازاي تقدر هذه الأعمدة تتحمل هذه الأوزان كلها؟ لأن شكل القوس هو شكل الله سبحانه وتعالى جعله يقدر يوزع الضغط اللي يجي يتوزع بطريقة متناسقة بحيث يتحمل أوزان كبيرة جدا. طيب آخر مرحلة إيه؟ يعني شوف الدلع بقى اللي احنا بنتدلعه. آخر مرحلة هي مرحلة البيجمنت والكالوريشن اللي هي الصبغات والتلوين. البيض ما يطلعش بس لونه أبيض، ده علشان حضرتك تتبسط وانت بتاكله لازم يطلع البيض بأشكال كبيرة جدا. وفي واقع الأمر كل الألوان دي بيجي من لونين، من اللون الأزرق واللون البني. تقريبا في حوالي 136 ألف توليفة من أزرق مع بني، من أزرق مع بني، يديك الألوان المختلفة. حتى في أنواع من البيض زي ما انتوا شايفين يبقى فيها بقع بالشكل ده. في يعني في ايه دلع اكتر من كده ان يطلع لنا البيض حتى ولا بيضه شبه التانيه؟ في بحوث كتيره ودراسات بتتكلم على ازاي الصبغات دي بتنزل على البيضه وازاي كم توليفه مختلفه لصبغه البيض قبل ما تخرج البيضه. هل ده اخر شيء؟ يعني صفار وبعدين بياض وبعدين غشائين وبعدين القشره وبعدين التلوين. بعد التلوين في حاجه؟ في اخر مرحله. المرحله دي اسمها مرحله البلوم او الحمايه البكتيريه. دي انا صورت لك من فيديو البيضه دي اول ما بتنزل، احنا كنا واحنا صغيرين نفضل نجلس ننتظر الفرخه اول ما تنزل بيضه ونروح ناخدها بسرعه. فكانت الوالده الله يرحمها تقول لا سيب البيضه ترتاح شويه. يعني ايه سيب البيضه ترتاح شويه؟ ما البيضه خرجت خلاص. فعلا احنا كنا نلاحظ ان البيضه مبلله وان تبدا تجف زي ما انتم شايفين، الجزء ده جف والجزء ده لم يجف بعد. هذه الماده اخر ماده قبل خروج البيضة حصل سبراي لمادة معقمة علشان تحافظ، لأن عشة الدجاج اللي موجودة فيها كلها حاجات ملوثة وكلها بكتيريا وكلها فضلات الدجاج، فلو البيضة نزلت عليها من الخروم الصغير السبورس اللي موجودة في القشرة ممكن البكتيريا تنفذ وتفسد البيضة. ففي طبقة تمنع دخول البكتيريا وهي دي اسمها طبقة الحماية البكتيرية أو طبقة البلوم. وبالتالي لا يفضل ان انت تمسك هذه البيضة اول ما تنزل، لازم تنتظر لما تجف شوية. سبحانك يا رب، يعني كيف هذه الطبقات كلها واحنا لا ندري ان ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب اخر حاجة ايه؟ اخر حاجة حاجة اسمها الاير سبيس او الفراغ الهوائي. ايه سبب الفراغ الهوائي ده؟ جسم الدجاجة سخن، فلما البيضة بتطلع سخنة، لكن لما بتطلع لدرجة الحرارة الخارجية بتاعت الجو الخارجي بتبدأ أبرد من جسم الدجاج، فتبدأ المكونات الصلبة داخل الدجاجة تنكمش،
تنكمش بالبروده، لكن القشره ما بتنكمش لان القشره صلبه، فبالتالي يتكون هذا الفراغ اللي ليه فوائد كثيره بعد كده، وفي ليه دور كبير في حمايه البيضه. لاحظوا هذا هي الايه؟ الاغشيه، ودي الشليزه او الاوتار اللي بتحافظ على البيضه، وده فراغ الهوائي. طيب كل القصه اللي احنا عملناها دي وشفناها دي علشان ننتج البيض، وعشان البيض في الاخر نسلقه ونقليه، لا في واقع الامر البيض بس ما بيتسلقش وبيتقلى، ده البيض ده بيستخدم في العديد من البسكوتات والتورت والايس كريم والبانكيك، بيخش في صناعات كتيره، حتى بيخش في صناعات ادويه كتيره وشامبوهات، شامبو بالبيض. طيب وخلي بالك احنا كل ده قاعدين نتكلم على البيضه، احنا لسه ما اتكلمناش او مش موضوعنا ان احنا نتكلم على اللحم نفسه، لحم الدجاجه، ولحم الدجاجه المهتمين بهذا الشيء علم كامل، يصنف الدجاجه دي لاصناف كبيره، كلنا متعودين لما نيجي نجلس الام تسالنا تاخد من الرجل من الصدر ولا تاخد من رجلها، والاطفال يقولوا الدبوسه يا بابا، والقلب والكلى والاوانس، كل حاجه تانية، كل حاجه لها طعم غير الطعم التاني. حتى ناخد اللحم ده نعمل منه همبرجر، ونعمل منه سوسج، ونعمل منه باربيكيو، ونشوي، كل دي منتجات مختلفة تخرج من الدجاجة. فسبحانك يا رب كم شيء يخرج من هذه الدجاجة، ليس فقط البيض. طب ايه القيمة الغذائية للبيض؟ يعني عد واغلط زي ما بيقولوا، فيتامين A وB وفوليت كولولين كولين وايرن حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وفوسفات وبوتاسيوم وصوديوم وزنك وكوليسترول وطاقه وفات وانرجي، كل الحاجات دي موجوده داخل البيضه الواحده. ايه ده؟ يعني لو الواحد عايز يروح يشتري كبسوله مالتي فيتامين وفيها بروتين، لا يمكن تلاقي حبايه فيها الباكج دي كلها وفيها كل هذه القيم الغذائيه مجتمعه مع بعض. طيب ايه بقى؟ يعني انا قاعد افكر، احنا قلنا ده خط الانتاج، طول عمر خط الانتاج البرودكشن لاين بيتغذى بالمواد الخام فيها، فالسياره فيه في الاول الشاسيه، فيجي بعد منه يتركب الموتور فيبقى الموتورات جاهزه، بعد منه يجي مثلا الراديتير، بعد منه يجي الترانسميشن، بعد منه يجي البادي الخارجي، بعد منه تيجي الاضاءه، بعد منه تيجي الكنب والكراسي. فخط الانتاج هو ماشي في تغذيه على طول الخط بالأجزاء المطلوبة في كل مرحلة. أنا عايز أعرف هذا الخط الإنتاج، قلنا هنا بيجي البيض، وهنا بيجي البياض، وهنا بتيجي الغشاء، وهنا بتيجي القشر، ده كله ده جاي منين؟ كيف تم تزويد هذه المواد الخام المطلوبة في الوقت المناسب في المكان المناسب علشان تبدأ تبني طبقة فوق طبقة؟ إزاي خط الإنتاج؟ إحنا قلنا الصفار بيجي من الكبد، طيب والبياض ده بيجي من فين؟ طيب والغشاء ده الممبرانس بيجي من فين؟ طب والقشر بيجي من فين؟ طب والالوان دي بتيجي من فين؟ والماده المعقمه اللي في الاخر اللي بتحط ده، كل ده بيجي من فين؟ كل ده مصدره ايه؟ ايه المصادر التوريد المختلفه السبلاي تشين اللي وردت ده كله؟ هو في واقع الامر كل ده جه من الذره اللي هي اكلته. الذره ده راح حته كده اتفكفك فيها الى مكونات مختلفة، حاجة لزوم البياض، حاجة الصفار، حاجة لزوم الصفار، حاجة لزوم الغشاء، حاجة لزوم القشرة، حاجة لزوم اللون، وحاجة لزوم المادة المعقمة. طب ازاي يعني الذرة اتفك الفكة دي؟ علشان تعرف السؤال ده انت محتاج تسيب الجهاز ده كله خالص اللي هو الجهاز التناسلي، وتروح لجهاز اخر خالص. الجهاز الاخر خالص ده هو الجهاز الهضمي اللي هو الدايجستيف سيستم، ده جهاز تاني مختلف، ده فيه مكونات مختلفة، هو ده اللي بيجيب الذرة يفكفكه. فاحنا لازم نبدأ من أول الخط، هي الدجاجة بتجيب مكونات البيضة من فين؟ مكونات البيضة ده لازم تاكل الذرة، تاكله بالمنقار. العجيب إن الدجاجة اللي بتاكل حص حبة الذرة حبة ناشفة جدا، لا يمكن أنت لو أنت حاولت تقرقشها بسنانك تكسر سنانك لأنها صلبة جدا، والدجاجة ما عندهاش سنان. طب ازاي الدجاجة ما عندهاش سنان تفتفت وتهضم حباية الذرة؟ هي بتاخدها بالمنقار بتاعها وتحطها في الحويصلة، الحويصلة ده مخزن للحبوب قبل الهضم. وكانت والدتي رحمة الله عليها بنعمل حاجة في مصر اسمها يزغط البط،
يعني يفتح فم البط ويقعد يضع يجبر يضع فيه الذرة ويضغط عليه علشان ينزله من المريء، واحنا فاكرين ان ده نازل معدة. لا لا لا، ده مش نازل معدة، ده نازل مخزن أولي، عشان الفرخة الدجاجة لما تلاقي أكل كتير تلحق تاخد نصيبها فتاكل تاكل تاكل، وما تشيلش هم ان يجي لها ارتباك معوي، لأن هي مش نازلة على المعدة، ده هي نازلة بدون مضغ حبوب كاملة إلى كيس اسمه الحويصلة. بعدين طيب يتهضم ازاي؟ يخرج من الحويصلة إلى الأوانس. أيوه، الأوانس دي عبارة عن مطحنة تطحن الحبوب. طبعا الحبوب اتبلت هنا شوية فبدأت تبوش، لكن لما تيجي هنا تطحن. يعني ازاي قطعة لحمة تطحن حبوب جافة؟ تطحنها ازاي؟ لأن الدجاجة طول النهار تأكل الحصى والرمل، والحصى والرمل يتحط في الأوانس، وعضلة القوانص عضلة قوية جدا. اللي منكم يأكل أوانس الدجاج، هذه العضلة وجواها الحبوب، حبوب الحصى الرمل تاخد الأكل اللي ينزل إليها جزء جزء صغير، حبيتين حبيتين ينزلوا القناصة، وعضلة القناصة بالرمال والحصى اللي جنب منها تفتفت الإيه؟ تفتفت حباية الذرة. وبعدين تروح على فين؟ مفيش بقى معدة لأنها خلاص اتفرفتت هنا، تروح على الأمعاء، الأمعاء الرفيعة والأمعاء الغليظة، وبالتالي يتم هضم الإيه؟ يتم هضم إيه؟ حباية الذرة. بالله عليك، كيف تحول الذرة عن طريق الجهاز الهضمي، المنقار والحويصلة والأوانس والأمعاء، ويفكفك المواد المطلوبة، اللي يروح صفار واللي يروح بياض واللي يروح وشاء واللي يروح ألوان واللي يروح قشر، كل ده نظام إنتاجي علشان نعمل بيضة؟ ده تحدي، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. وخلي بالكم احنا كل القصة دي قاعدين نتكلم على ازاي الذرة تحول إلى بيض. هو الذرة ما تحولش إلى بيض بس، ده بس السؤال بتاع النهاردة اللي احنا مركزين فيه، ده ازاي الذرة أصلا تحول إلى لحمة بأنواعها المختلفة، وإزاي تحول إلى جلد وعظم وضوافر، جلد وعظم وضوافر، الموضوع مش موضوع بيض بس، وإزاي تحول إلى العرف، إزاي تحول إلى العرف وإلى المنقار، مادة المنقار الصلبة دي، وإزاي تحول إلى ريش، إزاي كل ده، كل اللي أنت شايفه ده جه من الذرة. إحنا بس قاعدين نتكلم في قصة إزاي البيض جه من الذرة، لكن إزاي الريش جه من الذرة، ده حاجة تجنن. ده لو اي تي سأل لنا السؤال ده، ازاي الريش جه من الذره، ده احنا ما نعرفش نعمل ايه ولا نقول ايه ولا نتفكر في ايه. فهذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. ازاي ازاي بالله عليك لو احنا طلبنا من العلماء يعملوا المصنع ده بس فقط، ده نقول لهم يا جماعه هنديكوا ذره عايزين بيض، انتوا بقى اعملوا مصنع زي ما انتوا عايزين، معامل وكيماويات وتحليل وفك وتركيب و3 دي برينتنج والطباعه ثلاثيه الابعاد، انت فكفك لي الذره طلع لي بس منه بيضه، وحط لي الصفار ووراه البياض وغشائين وقشره وشويه الوان وشويه يعني ثقوب، وتجيب لي بيضه. كام يحتاج من تكنولوجيا؟ كام مساحه؟ كام كهرباء؟ كام علماء يحتاج فقط لإخراج بيضة واحدة؟ مش كنا بنقول 2.5 مليون بيضة في اليوم في الدقيقة؟ 2.5 مليون بيضة في الدقيقة، لا احنا عايزين بيضة واحدة نديكوا كل الذرة وكل الوقت وكل التكنولوجيا وكل العلماء وكل المعامل وكل بس ما تستخدموش الا الذرة، وطلع لي منها بيضة. مش هقول لك طلع لي منها ريشة وجلد وضوافر ومنقار وأعرف. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. طيب اي تي بقى ممكن يسألنا، لو هو عايز بقى يعقدنا في حياتنا، لازم نبدأ قبل اول الخط، مش نبدأ بقى من الذرة. انتوا بتجيبوا الذرة ده من فين اصلا؟ طبعا لو سألنا ده دخلنا في قصة تانية خارج الدجاج دي، لازم بقى نقول له انه في طين وفي مية وفي شمس وفي هواء، كل ده بينتج الذرة، والذرة بقى بيخش جوه الدجاجة والدجاجة تعمل الايه؟ البيضة. فيعني ده لو هو سألنا السؤال المحرج ده، فهنضطر ان احنا نقول له دي قصة، يقول لنا ازاي، يعني نقول له موضوع معقد اكتر مما نتخيل. طيب
لو سألنا اي تي يمكن ده السؤال الأخير، هو البيض ده أصلا بتاعكم ولا بتاع الدجاجة؟ يعني الدجاجة حرة في حياتها، بتاكل وتبيض البيضة والبيضة يطلع لها ابنها، ابنها ضناها بتاعها، هي بيضت البيضة علشان أحد حلقات دورة التكاثر، علمونا كده في الابتدائي، الفرخة تبيض البيضة ترقد عليها يطلع كتكوت، الكتكوت يأكل ينمو يبقى بيضة، ولما ينمو يقدر يتكاثر ويطلع بيضة، هذه دورة حياة زي الإنسان، الأم بتحمل فلما تحمل تولد الطفل، عمرك شفت كائنات أخرى تيجي تفتح الأم وتاخد منها البيض اللي موجود في رحم الأم؟ ما حصلش كده يعني، أنت إزاي يعني تتهجم على الدجاجة وهي بتبيض البيض وتروح تاخد البيض بتاعها؟ البيض ده بتاعها مش بتاعنا، لأن البيض ده وسيلة للتكاثر، هتجيب بيه ولادها، جوه البيضة دي ابن الدجاجة، إزاي بأي حق إحنا ناخد البيضة دي منها؟ هو البيض ده بتاعنا ولا بتاع الدجاجة؟ إيه الإجابة على هذا السؤال اللي ممكن نقولها الإي تي علشان نريحه وما يحسش إن إحنا تجنينا واعتدينا على الدجاج وأخدنا قصرنا حلقة التكاثر في الدجاج؟ احنا لو كنا سيبنا البيض للدجاج كان عدد البيض في العالم اللي هو 1,367,000 آسف 1,377 مليون بيضة بتبيض في السنة، تخيل لو كنا احنا تركنا البيض ده بدون استهلاكه وكان نتج عنه دجاج كان الأرض اتملت دجاج. أمال علشان كده احنا بناكل البيض، طب هو حقنا ان احنا ناكل البيض ده ولا لأ؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، 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 ده بتاعنا، ما تحسش انه حرام انك بتاخده، ده ربنا عمل الدجاجة وعمل النظام الهضمي والنظام التناسلي جواه مخصوص عشان خاطر حضرتك، لكم، محدش يجي يقول أبدا اكتشف الإنسان أن هناك طائر ولما مسك الطائر ده وقتله وذبحه وشال الريش اللي عليه اكتشف ان طعمه جميل وان فيه بروتين، كمان اكتشف ان هذا الكائن اللي اسمه دجاجة بيطلع بيضة كل يوم، فقعد احتار البيضة دي ممكن نعمل بيها ايه، كسرها لقى فيها سائل سخنها، السائل اتجمد فكلوا لقى طعمه كويس، فقلنا فرصة يا جماعة خلينا ناخد البيضة، اكتشاف جميل. لا يا حبيبي، الدجاجة لم تخلق في حالها وانت تخلق في حالك، وانت اكتشفت الدجاجة واكتشفت البيض وقلت يلا خلينا نستفيد منه عشان ناكله، لا ده الدجاجة وبيضها خلقوا مخصوص لخاطر حضرتك، ولقد كرمنا بني آدم علشان حضرتك تتنعم ورزقناهم من الطيبات، ربنا عايزك تاكل حاجات طيبة. طب ما البيضة دي جت أصلا من الذرة والذرة جه من الطين، كان ممكن ربنا يقول لنا أنت إنسان خلقت من طين، غذائك في الحياة من نفس المادة اللي انت خلقت منها، كل شوية طين وشوية مية، انت اتعملت من الطين، الطين تراب ومية، كل تراب ومية ودول يعطوك الطاقة اللي انت لازم تحتاج ليك عشان تنمو عشان تتحرك، لكن ربنا كرم بني آدم قال له لا لا لا، حضرتك تاكل طين ايه؟ تنزل كده بفمك تاكل طين؟ لا، انت اقعد مستريح واحنا هننزل المطر والمطر يطلع لك عنب ويطلع لك تفاح ويطلع ذرة، وفي كائن تاني اسمه الدجاجة تاكل الذرة والذرة يطلع منها بيضة، فحضرتك تاكل البيض تعمله أومليت وتعمله سكرامبل وتعمله صاني سايد اب، كل ده يا فندم مخصوص عشان خاطر حضرتك، هو الذي خلق لكم. طيب هو خلقه لنا، طيب احنا ممكن نروح علشان ناخده من البيضة، ناخد البيضة من الفرخة، الفرخة تتجنن وتهجم علينا، انا وانا صغير كنت كل يوم اخد البيض من الفرخة عمرها ما زعلت، بس ازاي البيضة ما تحاربش من اجل ضناها من اجل خلفتها؟ لا تحارب، هي تنظر اليك وتبتسم وتقول لك اتفضل بالهنا والشفا وبكرة ان شاء الله هعمل لك واحدة تانية، ما زعلتش ولا اعترضت ولا اضربت وقالت طب والله لو خدت البيض تاني مني انا ما عندش بيضة لك تاني، ما حصلش كده، بتاخد البيض كل يوم وتبيض لك كل يوم، وسخر لكم، خلق لكم غير سخر لكم، ليه؟ تحت أمرك ولطاعتك ومخصوص لخدمتك، زي ما اتكلمنا قبل كده، البقرة الكبيرة بنت صغيرة تحلبها، البقرة ما بصتش للطفلة الصغيرة قالت لها أنت بتعملي إيه؟ ماسكة ثدي قاعدة تشدي فيه وتاخدي حليب ولادي ليه؟
ممكن ترفسها الطيارة في آخر الدنيا، ولكن ما لم يحصل. البقرة ما عملتش كده، ولا الجمل عمل كده. ليه؟ لأن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. ليه؟ مش عشان ناكل البيضة ونقول تسلم إيديك يا ماما بس. طبعا لازم نقول تسلم إيديك يا ماما. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عشان نتفكر، لو كلنا كل يوم بيض ولم نتفكر مصيبة. لو أكلنا ولادنا البيض وقلنا لهم كلوا البيض عشان مغذي بس، من غير ما نقول لهم اتفكروا البيض بيتعمل ازاي، صدقوني مصيبة. يبقى احنا أجرمنا في حق أنفسنا وفي حق أولادنا. علشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر فعل أمر، فلينظر فعل أمر. فمن شهد منكم الشهر فليصم فعل أمر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فعل أمر. طب لو جه أكل لازم تبص عليه. نبص عليه نعمل إيه يعني؟ نبص عليه نعمل إيه؟ أنا طلبت واحد أملت وصلحه، وجالي واحد الأملت علشان أكله، أنت بتقول لي فرمل، استنى قبل ما تاكل لازم تنظر. أنظر على أقول إيه يعني؟ ناقص ملح، ناقص فلفل، ولا أقول إيه؟ لا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. يا الله، يعني أنت عايزنا أبدأ الخط من أوله؟ أنا صببنا الماء صبا، يعني الماء نزلت من السماء هي اللي جابت لي البيض قدامي. ليه؟ لأن صببنا الماء صبا بعد ما شققنا الأرض شقة، البذرة طلعت النبات فأنبتنا فيها حبة، والحبة اللي هي الذرة أكلتها الفرخة، والفرخة نظام الغذائي الحويصلة والأوانس والمعداء طلع منها الصفار والبياض، وطلعت البيضة اللي حضرتك تاكلها بالهنا والشفا. فأنا لازم أتفكر في هذا الشيء، وهذا فعل أمر من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذا متاعا لكم ولأنعامكم، عشان حضرتك تتبسط وعشان الدجاجة كمان تتبسط. فلازم تتفكر في الدورة دي كلها، وده أمر من الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه فعل أمر قبل ما ناكل. أتعشى مع نهاية هذا الفيديو إن لو جه حد سألنا وقال لنا هو البيض بيتعمل إزاي، فنقول له إحنا والله ما نعرفش البيض بيتعمل إزاي. كل العلماء، علماء كتير في العالم عملوا بحوث وعملوا تشريح على الدجاجة، هم بيكتشفوا البيض بيتعمل إزاي جواها، لكن اللي هم ما يعرفوش هو بيتعمل اصلا ازاي، ولا يعرفوا يعملوا زيه، ولا حتى فاهمين ازاي حبايه الذره اتفكفكت الى مكونات مختلفه، وتم تدشين ونقل ما يخص المنقار الى المنقار، وما يخص الجلد الى الجلد، وما يخص العظم الى العظم، وما يخص اللحم يروح للحم، وما يخص البياض والصفار والقشره والالوان والغشاء، التفكيك وشبكة التوزيع العجيبة دي ازاي بتتم؟ احنا بنكتشف هذا الشيء، فقط بنكتشفه، لكن ازاي فعلا بيتم، ولا ازاي نعرف نعمل زيه؟ احنا لا يمكن نعمل هذا الشيء. دعوتي لحضراتكم، احنا مش محتاجين ان اي تي يجي معانا البيت كل يوم ويمشي معانا علشان يقعد ينبهنا خلي بالك من ده، ومفيش حاجة اسمها عادي، لازم تسأل الحاجات دي تعمل ازاي، لان ربنا اصلا عملها علشان تقربنا اليه، وعشان نستفيد منها، وعشان نتعرف من خلالها على عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى. هذه دعوتي إليكم. شكرا جزيلا لكم لحسن الاستماع، وشاركم حتى تشاركوا معنا في الأجر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.